للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. سعد بن الربيع رضي الله عنه توفي في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي أخوه أخذ المال كله الميراث، ولم يعطي زوجته ولا بنته أو ابنتيه، ما أعطاهم شيئا. فجاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن العم، يعني عم البنات أخو سعد بن الربيع، أخذ المال كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرده، وأعطى البنتين الثلثين، وأعطى الأم اللي هي الزوجة الثمن، وقال لك الباقي. فكان في السابق العرب في الجاهلية كان لا يرث إلا من يمسك السيف ويرفع الرمح، هذا الذي يرث، الرجال الأقوياء. يعني لا النساء ترث ولا الأطفال يرثون، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، واستمروا على هذا مدة. فلما حدثت واقعة سعد بن الربيع ولما توفي والعم استولى على المال كله، وجاءت زوجة سعد بن الربيع تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل العم، نزلت هذه الآية، وقيل النبي حكم بما في هذه الآية. على كل حال، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخا سعد بن الربيع أن يرد المال، ويعطي البنتين الثلثين، ويعطي الأم الثمن، ويأخذ هو الباقي بعد ذلك. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء أيضا نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. قال الأقربون ولم يقل الأقارب، يقول أهل العلم قال الأقربون ولم يقل الأقارب، لأن الأقارب فيهم أقربون وفيهم أبعدون، يعني ليس كل الأقارب بدرجة واحدة، يتفاوتون. هذا عمك، هذا عم أبوك، هذا عمك، هذا ابن عمك، هذا خالك، هذا ابن خالك، يعني يتفاوتون في القرب، يتفاوتون في القرب، ليسوا بدرجة واحدة. وإذا قال للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقرب، الأقربون، لأن بعض الأقارب لا ترث منهم، وإنما ترث من الأقرب، ترث من الأقرب، وليس كل قريب، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. قال مما ترك الوالدان، مما قل منه أو كثر، سواء كان كثيرا أو قليلا. لا تتساهل في موضوع الميراث. بعض الناس الآن في موضوع الميراث ماذا يفعل؟ إذا ماتت الأم مثلا، أو مات الأب، أو كذا، بعض الأولاد يتصرفون في الحلال. يعني مثلا إذا تركت ذهبا خذوا البنات، قال هذا ذهب ما يلبسون الرجال، حنا لنا الذهب هذا، فيتقاسمنا الذهب مثلا. أو الرجل يأخذ السيارة، سيارة أبوه، يقول هذه سيارتي خلاص، البنات ما يسوقون أنا اللي أسوق، أو الصغار ما يسوقون خلاص السيارة تصير من نصيبي، أو ما شابه ذلك من الأمور. كل هذا لا يجوز. الله تبارك يقول مما قل منه أو كثر، كل شيء يملكه الميت يجب أن يقسم على الورثة أو يتنازل الورثة، أما أن يؤخذ دون علم الورثة أو بعض الورثة لا يجوز، حتى يعلم جميع الورثة بذلك، ثم من شاء أن يتنازل تنازل إن كان عاقلا بالغا. بعد إذا كان في أطفال لا يجوز لأحد أن يتنازل عنهم، يعني ما يصير الأب مات الأم تقول لا العيال ما يبون شيء، مو بكيف، هذا نصيبهم، هذا نصيبهم، ليس لها الحق أن تتنازل عن نصيب غيرها، لها الحق أن تتنازل عن نصيبها هي، وليس لها الحق أن تتنازل عن نصيب غيرها. فننتبه لهذه القضية، إذا مات لنا ميت أن نجمع كل ما يخصه، ثم نجمع جميع الورثة، فإن كانوا جميعا بالغين قسم الميراث. وإذا قال واحد أنا أبي البشت، أنا أبي الملابس، هذا أنا أبي الذهب، أنا أبي هذا، وتنازل بعض ما تنازلوا يقيم كم سعره ويأخذه، يدفع سعره ويأخذه. تبي الذهب خذ الذهب، كم سعره، قيم الذهب، كم الذهب قيمته 7000، ادفع 7000، تدفع 7000، ثم 7000 تقسم على الورثة وهي منهم، تأخذ نصيبها أيضا. لكن الشاهد من هذا، لا يجوز لأحد أن يستحوذ على شيء من الميراث بحجة أنه يناسبه، كالبنات مع الذهب، أو الرجال مع السيارات أو الملابس أو غير ذلك من الأمور، إلا برضا الباقين إن كانوا جميعا بالغين عاقلين. قال نصيبا مفروضا، أي حالة كونه نصيبا مفروضا، أي فرضه الله سبحانه وتعالى، يعني مو أنتم اللي تفرضون، الله هو الذي فرض هذه ويسمى موضوع المواريث الفرائض، يعني التي فرضها الله تبارك وتعالى، سيأتي تفصيلها إن شاء الله جل وعلا في الآيات القادمة.